طيب يا جماعة، يعني أنا ممكن أكون وأنا بتكلم معاكم دلوقتي في الفقرة دي بالأخص ممكن يكون صوتي وكلامي كله رايح لكل أب وكل أم في البيت خايفين على ولادهم. يمكن إحنا في الفترة الأخيرة ممكن تكون لسه عندك طفل، ابنك أو بنتك داخل المدرسة في سن صغير ما بيقدرش إن هو يعبر عن نفسه بصورة كاملة أو يقدر يوصل لك معنى، يمكن علشان ممكن يتعرض لحاجات هو مش فاهم معناها، هو مش فاهم ازاي يجي يعبر ويبتدي يخش في مشاكل أخرى. يمكن احنا دايما هنا في البرنامج بنتكلم عن الموضوع ده، ازاي يكون في توعية من الأب والأم لكل طفل لأولادهم، وازاي تقدروا تكسروا الحاجز ان هم يجوا يقولوا لكم أي حاجة ممكن يكونوا بيتعرضوا لها بالأخص التحرش الجنسي. يعني نتكلم اكتر باستفاضه طبعا مع الدكتوره ابتسام ربيع، طبعا اخصائيه الصحه النفسيه والارشاد الاسري، بالتفصيل معاكم. ويمكن كمان دي من اهم الحلقات فعلا اللي احنا حابين ان كل اب وكل ام يكونوا مركزين معانا فيها. ازيك يا دكتور؟ نورانا. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك بجد دكتور. يعني في البدايه كده ممكن يعني في اهالي كتير دلوقتي بقى عندهم الوعي بفكره ان انا اوعي اطفالي عن جسمهم ويعني ايه كل بارت في جسمي، ازاي احمي نفسي، الحاجات دي كلها. وفي اهالي تانيين بيكونوا شايفين انه لا، انا ما فتحش عين اولادي على الحاجات دي وكانها حاجات عيب. فايه اهميه التوعيه الجنسيه للاطفال؟ طيب يعني أنا بشكركم على الاستضافة دي، وعجبني قوي لما شريف قايل لكل أب وأم مسؤولين عن توعية ولادهم، لأني أنا فعلا أنا بخاطب دلوقتي مش الأم بس، يعني طبعا الأب والأم محتاجين إن هم يتجمعوا على التوعية دي بالذات. يعني إذا كان هم مفروض إن هم في التربية عموما يكونوا مشتركين، لكن في موضوع التربية الجنسية والتوعية الجنسية أنا محتاجة الأب والأم فيه لأسباب كتير ممكن نقولها أثناء الحلقة. طيب موضوع إن إحنا نقول بقى أنا مش عايزة أفتح عيني عين ولادي، هو خلاص عين الولاده اتفتحت، فاحنا مش هنيجي احنا نقول لا انا لما هكلمه انا هفتح عينه. وبعدين هفتح عينه على ايه؟ هنفتح عينه على نفسه. ما هو ده مقصد من مقاصد التربيه، ان انا محتاجه افتح ابني وبنتي على نفسهم، يعني افهموا نفسهم. التربيه الجنسيه هي جزء من التربيه عموما الشامله، اللي هي مش بتبقى في جلسه انا هقعد ابني او بنتي النهارده حصه تربيه جنسيه، حصه تربيه جنسيه وتوعيه وخلي بالك وخلي بالك وواحد يجي جنبك وخوفهم. لا، ده مش المقصود خالص بالتربيه الجنسيه. التربيه الجنسيه دي بتفضل ماشيه بينا طول ما اولادنا بيكبروا قدامنا، زيها زي اي سلوك وزي اي حاجه احنا بنحب نقاومها عند اولادنا. فكون ان انا اقول هفتح عينيهم، لا ده تخوفات عند الاهل ذات نفسهم مع نفسه، لكن ملهاش علاقه خالص ان انا بحمي ابني وبساعد ابني على ان هو يتعرف على نفسه اكتر. وبعدين من مقاصد التربيه الجنسيه ان الطفل يكتشف نفسه بطريقه صحيحه، وبنعمل له اعداد لحياته الاجتماعيه وحياته فيما بعد الزواجيه، يعرف ازاي يتعامل مع نفسه ومع جسمه ومع جسمها، وازاي يحب جسمه وازاي يحترم جسده ويتقبل نفسه لان من غير ما الطفل يحب جسمه هو ممكن فعلا يحصل له تحرش او يحصل له اعتداء بسهوله، لان هو ذات نفسه كاره حاجه في جسمه، والمكان ده عيب والمكان ده كخ والمكان ده ما ينفعش نبص له والمكان ده ما ينفعش نتكلم عنه والمكان ده ساقط. لما بنيجي نعلم الولاد الاجزاء الجسد، دي عينك، ده دي مناخيرك، ده بقك، ونعلمه بالانجلش ونعلم بالعربي، ونيجي عند المنطقه دي وبعدين نسقطها بقى. مفيش الاب والام بيترعبوا، دي خط احمر. ودي الكارثه اللي بتقع الاطفال في بعض المشاكل بعد كده ومش بيحكوها. بيبقوا يعني للاسف بيتعرضوا لبعض الصدمات النفسيه ويكونوا كمان كتومين جدا، وتفضل الازمه مستمره لحد ما يكبروا والاهل ما يعرفوش. هنا بقى ازاي نشرب ولادنا بالمعلقه كده واحده واحده، ونبدا من عمر كام نفهمهم الاراء الصحيحه والفهم المظبوط بدون كسوف وبشكل علمي وديني الاثنين مع بعض. جميل. انا هطلب هنا من كل ام واب هم ذات نفسهم يشتغلوا على نفسهم الاول. يعني انا محتاجه الاب والام يعالجوا تخوفاتهم هم وقلقهم، لو كان عندهم قلق، لو كان عندهم مشاكل. انا بقالي اكتر من 15 سنه بدي يعني توعيه جنسيه للاباء، فانا اشتغلت مع الاباء وبعد كده انتقلت للمراهقين، فسمعت مشاكل كتير ولقيت ان المشكله الاساسيه هي تخوفات الاهل ذات نفسهم.
او خجل الاهل ذات نفسهم. يعني في ام بعد ما خلصنا الكورس قالت لي انا مش هقدر ابدا بعد ما خلصنا بقى وباخد منهم يعني ايه اللي استفدناه، قالت لي انا بعد ده كله برضه انا مش هقدر اكلم ولادي في حاجه زي دي. هي ذات نفسها عندها مشكله تخص هذا الجانب، وده طبعا يرجع لنظام التربيه اللي احنا اتربينا عليه. لان ده عيب وده غلط، وهي ما عندهاش رول موديل كده يعني تفتكر بيه مامتها لما كلمتها او باباها صح. لما كلمه، فانا بالتالي هيسهل عليا المهمه لما اجي اكلم ولادي. فهم الاباء ذات نفسهم عندهم مشكله في الجزئيه دي. فانا ارجو من كل ام واب النهارده ان هم يراجعوا نفسهم في الحته دي، لان اولادنا في خطر. يعني انا ما بقول في خطر، فعلا معمول لهم فخ. فخ بس مش من التحرش، فخ من التحرش، فخ من الكلام اللي بيسمعوه غلط، فخ من فخ من الانفتاح اللي هم دلوقتي عايشين فيه بالموبايل. هي دي بقى والصور الاباحيه اللي بتظهر قدامهم والافلام الاباحيه اللي بتيجي قدامهم. فاحنا اولادنا في خطر اصلا يعني. فلو ودي مسؤوليه الاب والام، يعني التربيه الجنسيه هي مسؤوليه الاب والام. ليه مسؤوليه الاب والام؟ رقم واحد، مش اي حد تاني. انا اللي فاهمه ولادي، انا اللي فاهمه ابني ده بيحب ده ما بيحبش ده، بنتي دي بتحب الطريقه دي في الكلام غير بنت التانيه. فانا اقدر افرق ايه اللي ينفع مع ابني ده غير ابني ده. تمام. ما ينفعش ان انا مثلا ممكن في المدرسه اديهم يعني سيشن كده عن التوعيه الجنسيه، بس انا لما اقول كلام عام، في طفل خجول ممكن يستقبل مني الكلام ويخاف يسال، وفي طفل تاني يبقى جريء ويتجرأ ويسال حاجات تانيه. صح. فهنا انا مش هقدر اعمل الـ 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 الفروق الفرديه اللي ما بينهم، لكن الام والاب هم اضرب ده، اضرب اولادهم. اولادهم كمان بيصدقوا كل حاجه امهم وابوهم بيكلمهم فيها. ده حقيقي. فانا فعلا زي ما حضرتك قلت ان 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 الابيوز اللي بيحصل لهم او التحرش اللي بيحصل لهم بيسبب صدمه. يعني اتضح وبالدراسات اوضحت ان التحرش الجنسي بيعمل صدمات عند الطفل وما بيحدش بيحس بيها. طيب تظهر لنا بقى فيما بعد في العلاقات. ما هو بالظبط هنا يا دكتور بقى انا عايز اعرف من حضرتك، احنا عمالين نقول مثلا الاب والام الاب والام، بس احنا عايزين نعرف من حضرتك بقى الحاجات الفعليه اللي نقدر نقولها دلوقتي على الهوا ان هم يتبعوها كخطوات اولى قبل ما يلجأوا حتى للمتخصصين. اوكي. يقدروا يعملوا ايه في البيت؟ رقم واحد، انا عايزه ام واب مثقفين. يعني مش هينفع ان انا هقعد مع ولادي واقول لهم اي معلومه غير لما اكون انا ذات نفسي متاكد من المعلومه. طبعا عندي معلومه وعندي خلفيه ومتجرأ ان انا هتكلم مع ولادي، وعندي اريحيه ما بين قوسين، انا مرتاحه وانا بكلم ولادي في هذا الجزء بالذات، لان الكلام في الجزء ده هو شويه خاص وشويه يعني ممكن يعني ايه، الاطفال مش هتحرج قوي، لكن طبعا الناس اللي بتبدا متاخر ولادهم ممكن يتكسفوا، لكن في الاطفال لسه ما بيتكسفوش، بس ممكن يسالني اسئله انا ما كنتش متوقعاها من ابني. فانا لازم اكون مستعده وعندي تقبل لاي سؤال ابني يساله لي. في بعض الامهات بقى ولا ايه ده، انت جبت الكلمه دي منين؟ انت سمعتها فين؟ مين اللي قالها لك؟ في المدرسه؟ معلش يا دكتور بيخاف بقى. معلش الجزئيه دي برضو مهم نوضحها، هل هنا الاب والام هما الاثنين بدورهم يردوا على ولادهم سواء كان ولاد او بنات، ولا هنا لو في بعض الاسئله ممكن الام هنا يروح يسال ابوها؟ الام لبنتها يعني. والاب لابنه. البنت تقول لابوها يروح اسالي مامتك. حلو برضو السؤال ده، ولا الاثنين يبقوا قاعدين؟ طبعا انا برجح طبعا ان يبقى دايما في فاميلي ميتنج، يعني في 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 حاجات اسريه كده بتجمعنا ونتكلم في المشاكل، لكن بالذات بقى في الموضوع ما يخص الجنس انا ببقى حابه ان الام تبقى هي مع البنت والاب يبقى مع الولد. دي لان هتكوني حاجه تانية مهمه جدا جدا، الهويه الجنسيه. انا معتزه بانوثتي من خلال ماما، وهي هتبقى ادرى بالحاجات اللي تعزز عندي الانوثه وتعزز عندي الرضا عن جنسي. والاب كذلك مع الولد هو اللي يقعد معاه، لان الام مهما تثقفت ما بتقدرش تخش في تفاصيل الحاجات اللي الولد بيمر بيها. وبعدين بابا لما بيفتح السكه مع الولد بيهيئ فيما بعد عند البلوغ ان يبقى في كلام، لان بابا انا متعود مع بابا ان احنا بنتكلم في المواضيع اللي زي دي، وماما انا متعوده مع ماما ان انا كبنت بتكلم معاها في الامور اللي زي دي مش محرجه منها. فالتوعيه بتبدا من امتى بقى؟ ما بتبداش ان انا اجيب ولادي وهم داخلين المدرسه، عشان دي للاسف دي غلطه بيغلطوا فيها الاباء جدا. انا عايزاك لما تروحي المدرسه تخش الحمام لوحدك، محدش يفتح عليك الحمام، وحد يجي جنبك، لو حد جه جنبك صوتي او اجري. ايوه المفروض يا دكتور يبداوا من سن كام ويقولوا ايه بالظبط؟ طيب احنا بقى بنقول ملاش الكلام ده، لان ده كلام اولا الطفل عنده ادراك، يعني عنده وعي بس ما عندوش ادراك للصوره اللي احنا بنقولها دي كلها. يعني ايه؟ عارف الصح والغلط، وكل اب وام يقول لك لا بس ابني ذكي بيفهم، بنتي ذكيه بتفهم.
لا يا جماعه هي مش مدركه الصوره على بعضها لان لسه عقلهم ما اتكونش كله. فبالتالي انا لما بقول لها اوعى حد يجي جنبك هي ما بتبقاش مدركه اللي هيجي مين اللي يجي جنبي ومين اللي ما يجيش جنبي. طب ما هو ولو جه جنبي إيه؟ باي شكل اي شكل. طب ما انكل بيجي عندنا البيت وعادي وبيسلم عليا وبيهزر. ما بتبقاش قادر الطفل يفرق الحاجات دي. فاللي احنا بنعمله بقى ايه؟ ان احنا بنربي وبنغرس جوه اطفالنا صغيرين في الطفوله اللي هي قبل المدرسه حبهم لجسمهم ونعرفهم جسمهم كله على بعضه. يعني لازم كل اب وام كده يجيبوا كتاب ساينس يعني في اجزاء الجسم ودي عينيك ودي. فبنقول الاعضاء دي بدون خجل وخزي. فالطفل بيحس ان احنا بنقول ودي قد ايه مهمه. اسمها برايفت اريا او اماكن خاصه. ليه خاصه؟ لان المكان ده خاص زي عينينا. ما حدش يقدر ما بيحب حد يجي يلعب لك في عينيك ولا حد يقرب منها. لا ليه؟ لانها حساسه وبتتاذي. حد يجي جنب ودينك يحط مثلا قلم او لا لان ده مكان حساس وممكن يتاذي. وكذلك الاماكن الخاصه دي اماكن خاصه ما حدش ينفع يجي جنبها. الطفل اللي بيروح بقى المدارس يبقوا عايزين يستكشفوا لان البيت ما غذاش ده وكملوا. يعني دايما يجيني في مشكله في المدارس ان لا الولد ده اتحرش بابني. مين الولد ده؟ الطفل زميله اللي في الكي جي 1 او بري سكول. هو مش لسه مش فاهم هو عايز يتاكد هو الولد ده زيي. أيوة انه عنده اخت بنت مثلا في البيت هو شايف ان احنا مختلفين وما لقاش حد يغذي الحته دي ويعرفه في فرق يا حبيبي ما بين تكوين الولد وتكوين البنت. فبقى عايز يروح المدرسه يتاكد هو احنا كلنا زي بعض. هم البنات مختلفين عننا. فضول الاطفال طبعا عندهم فضول. فالفضول ده مين اللي يغذيه بطريقه صحيحه وصحيه؟ هي ماما وبابا. فايه يا ماما ده؟ انا كانت جاتني قصه كانت ام ابنها كان صغير لسه برضو 6 سنين 7 سنين وهي جابت بيبي بنت. فهي كل ما تغير لها هو عايز يشوف البيبي بقى. فهي جابته هي الست عملت اللي عليها وقالت ايه هعرفه ان دي اختك وده جسمها واحنا بنغير لها البامبرز كده بالطريقه دي وبص مش هينفع بقى تقعد معايا تاني وانا بغير لها. فاتفقت معاه. ففوجئت ان هو بيقف ورا الباب بيبص من ورا الباب عليها. فزعقت له مره واتنين تالت مره بقى لما عمل كده ضربته. طب ما تفهم الاول هو عايز ايه؟ يعني اما ضربته هو ليه بيبص؟ يعني ما اكيد هو مستغرب حاجه او كرسة. عايز يفهم حاجه ضرب. احنا لان احنا كرسة. عندنا مخنا في حاجه يعني متنظم. احنا كلنا كده عندنا ايه؟ لو انت قلت لي كلمه معينه دي كلمه عيب فانا بتاخد كده وممكن ارد عليك بعصبيه. هي شايفه ان هو ممكن يبقى بيعمل حاجه عيب وهو بالنسبه له هو كده قليل الادب وهو بالنسبه له هو ما يعرفش بيشوف الكريم بيشوف لا شوف الرد بقى بتاعه ده اللي خلاني يعني فعلا الاطفال دي حاجه تانية خالص. قال لها يا ماما انا كنت بطمن على اختي الواو اللي عندها دي خفت ولا لا؟ هو مش فاهم ان البنت وتكوين الجهاز التناسلي بتاع البنت مختلف عن الولد. فهو افتكر ان تعويرة فتحه المهبل اللي عند الطفله الصغيره دي تعويره هتخف وهتبقى زيه. فاحنا ساعات بنأذي ولادنا بطريقه مش مظبوطه. بنأذيهم بفكرنا احنا طبعا معتقداتنا احنا وهم مش بيفكروا كده. ما هي دي بقى معتقداتنا اللي احنا كونناها عن الجنس للاسف الشديد بنأذي بيها ولادنا اللي هم لسه ما عندهمش يعني اللذه الجنسيه والشهوه الجنسيه والكلام بتاع الكبار. فاللي بينط في دماغنا على طول هو ده يعني المعتقدات بتاعتنا دي اللي بتأذي بيها ولادنا. طيب دكتور بمناسبة الموضوع ده في بعض الأهالي يقولوا إنه ما ينفعش أغير قدام ولادي أو لحد سن معين وبعد كده لا أنت ما تشوفنيش وأنا بغير أو ما تشوفش باباك وأنت بتغير أو 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 إحنا بناخد شاور أو الحاجات دي كلها. هل ده صح ولا غلط؟ طيب جميل السؤال ده لان انا اولا يعني اشتغلت مع اطفال كتير فممكن برضو دي حاجه تبقى مفيده جدا للاهل. يعني ان انا يعني اغير هدومي قدام الولاد لا دي مش اصح حاجه لان زي ما قلنا الطفل ما بيبقاش مدرك للصوره دي كلها. هو واعي ان ده بابا وان ده جسم بابا لكن هو ممكن يخرج بره يبقى مفكر ان يعني عادي. ينفع ان انا اعمل ده عادي وان انا اشوف كبار قالعين عادي ما هو انا بابا والتطلع هو هيزيد عنده. فهي دي بتسبب لي مشكله وان ياخد شاور مع بابا لا لا ولا البنت تاخد شاور مع ماما. هم وده ساعات ممكن يسبب لهم كمان ازمه لشكل الجسم ذات نفسه. صح فدي بتعمل لي مشكله. ولو الطفل اتصرف تصرفات الطفوليه الاهل بياخدوا اكشن بقى عنيف. يعني ازاي انت تحط ايدك عليا كده؟ لا عيب كده غلط كده. حتى الولاد مع بعض ما ينفعش يقلعوا قصاد بعض ولا ياخدوا شاور مع بعض.
ده من سن كام يا دكتور؟ لا من اول يعني من اول كده ما يبقى بيبي هو احنا بنعوده على الخصوصيه، يعني حتى انا لو يعني عندي بيبي صغير انا المفروض ما غيرليش كده قدام الناس كلها، مش في اماكن عامه كده قدام الناس كلها، هنقول ده بيبي صغير يا جماعه ما تقفلوش الموضوع. عقل الطفل بيبقى عامل زي الكاميرا، يعني مخه ده بيصور في اللاوعي بتاعه، يعني في اللاوعي بيخزن الصور دي. صح. فانا لما ابقى متعود ان ماما بتوافق ان انا قدام الناس كلها، فده طبيعي ان يبقى عادي، يعني ان انا ممكن اقلع هدومي قدام الناس، ان احنا نضحك على طفلنا وهو خارج من الحمام مش مغطي نفسه. اه دكتور انا برضو عايز يعني ارجع لحضرتك شويه حاجات في نقط نقدر نقول واحد نعمل كذا، اتنين نعمل كذا، كارشادات لاب والام اكتر ان هم يكونوا وهم بيتفرجوا علينا دلوقتي بيعرفوا يبداوا بايه. طب لغايه ما يوصلوا للمتخصصين او حاجه زي دي. ممكن اسهل السؤال بامثله اكتر، يعني مثلا من خلال سواء الورش او الحاجات دي كلها، ايه اكتر الاسئله اللي الاطفال بيسالوها بيبقوا عايزين يعرفوها من الاب والام، وازاي الاب والام يردوا عليهم؟ طيب موضوع الاسئله بقى طبعا هو السؤال المعتاد المتوارث اللي احنا كلنا سالناه، ويفضل جير ولا جير بيساله، هو انا جيت ازاي؟ طبعا هو انا جيت منين؟ فطبعا يعني انا فوجئت، يعني لسه كان على جروب الامهات يعني نفس الكلام هو بيتقال برضو، يعني الكلام القديم والردود القديمه غلوشي على السؤال من بطني قولي اي حاجه بقى، سوبر ماركت لقيناك قدام الباب الجامع، بص العصفوره، مبدا بص العصفوره اللي هناك دي، ما ده مش صح، احنا لسه طبعا عايشين بالمدرسه القديمه هي دي، وهم دلوقتي هم اللي بيعلمونا، يعني هم دلوقتي مطلعين ودماغهم رايحه في حتت بعيده قوي، ولو ما طلعش هو لسه صغير دلوقتي سنه والثانيه هيمسك الموبايل ويعمل هيجيب المعلومه من السوشيال ميديا دي يقولها لنا، وهيجيب ويعرف ان لا اما ماما بقى حبيبتي على نيتها ومش فاهمه الدنيا ومش ولا فاهم بقى انا اللي كده، او ماما كانت بتكذب عليا، فانا مش عايزه اتحط ده قدام ابني ولا، وان انا لازم ابقى باين ان انا مثقفه وان انا واعيه وان انا بابا واعي ومثقف، وان انا ينفع اساله لما اصحابي يقولوا لي معلومه غلط وارجع لهم، ما لا يرجعوا لمين؟ فانا من سن كام؟ انا الطفل الصغير لغايه 3 سنين هو قاعد لسه في البيت، انا بحافظ على جسمه، بحافظ على جسده، بقول له ان جسمك غالي، بعرفه مين الدايره الامان، ماما وبابا ومين تاني، جد وتيتا، لو ان احنا يعني لو اتكلمنا في التحرش هيبقى عندنا مشاكل. يعني ماما وبابا مثلا، وبابا برضو في مشكله وساعات ماما في يعني بص، لكن في قدر الامكان احنا بنقول له اه. دكتور دي حالات شاذه وحالات مريضه، ما هي دي بس برضو مش عايزين نخوف ولادنا من ابوهم وامهم. لا لا احنا مش هنقول يعني الكلام ده لماما وبابا، احنا بنعرف ابني وجسده الغالي ده وانه ازاي يبقى محافظ على جسمه، حتى معايا انا كماما لغايه 3 سنين بقول له بقى انت هتاخد شاور لوحدك او هتلبس البانتي بقى بتاعتك الاندر وير بتاعتك وانا بغسل لك شعرك او حاجه، عشان ابين له خصوصيه المكان وخصوصيه الجسم. فهو من هنا مش هبتدي ان انا ابقى مخوفاه بقى لما تروح المدرسه اوعى حد يبص عليك او اوعى تبين جسمك لحد، هو اتعود على ده في البيت. بعد كده بقى انا ببتدي بقى ان انا اقول له مين الناس الامان، مين الدايره القريبه، وبعدين اللمسه الامنه واللمسه اللي مش امنه دي هتيجي ازاي؟ مش بالكلام، الطفل مش هيفهم بالكلام، هو الاطفال بيشتغل بالحواس الخمسه بتاعتها وبالافعال طبعا. فانا بالنسبه لي انا لازم اقول له يعني انت لما بتلمسني كده دي لمسه بالنسبه لي حنينه، لما بتحضني حضني جامد، لكن لما بتيجي تزقني او بتعمل لي كده دي لمسه مش كويسه. ايه اللمسه اللي عندك تاني مش كويسه؟ فببتدي انقل له هو كمان، وابتدي اعرف اللي في دماغ ابني. ارجوكم يعني انا بقى اكلم الاهل اسمعوا ولادكم علشان ودوهم فرصة يعبروا عن اللي جواهم عشان تفهموا دماغهم واصلة لفين، ما يبقوش متلقي بس وكمان ايه اللي محتاجه تاني منك، لان انا كل ما بسمع ابني او بنتي بعرف هم واقفين فين عشان ازود ايه. اوكي. فلما بسمعه اقول له بقى قول لي انت بقى اللمسة، يقول لي لما بتزقيني يا ماما، او لما بتضربيني كده، او لما بتحطي، او لما بابا بيشدني من ايدي يقول لي اسمع الكلام، وايه تاني؟ اقعد ابتدي اقول له بقى لغايه لما اقول له لو حد حط ايده على ايه، هو اللي مثلا ما بيحط ايده على ايه، في امهات بتسيب ولادها الكبار يحطوا ايديهم على لسه على منطقه الثدييه عندها، فلا احنا عايزين نعوده دي اماكن بقى خاصه، وانت ما بقتش بيبي ما ينفعش خلاص. صح. احنا فهنا الطفل بيبتدي يحط معتقدات حوالين جسمه واجساد الاخرين، ونقول له قد ايه بقى ان في حاجه اسمها حدود، كلمة حدود نعودهم على الحدود، الحدود واحنا بنتكلم مع بعض، الحدود واحنا بنقرب لبعض، في أطفال
ممكن ترمي نفسها في حضن اي حد على فكره مهما الام والاب خوفوا في البيت، انه ليك مساحه وليك دايره والاخر كمان ليه مساحه وليه دايره، مش كل الاخر كمان بيحب الناس تقرب منه قوي. فكل الحاجات دي بتاخد وقت مننا ومجهود، بس نصبر على التربيه لان التربيه بتاخد مننا شويه وقت وشويه مجهود. وما نزعلش حتى لو ابني يعني حصل منه اي حاجه من غير اللي انا اتفقت معاه فيها، عادي بتقبل ده منه وابتدي ان انا استوعب اي حاجه هو وقع فيها. دكتور عشان الوقت بيخلص مننا بسرعه، برضو عايزه ارجع تاني لنفس النقطه، ازاي الاهالي يردوا على الاسئله؟ يعني مثلا سؤال زي انا جيت ازاي، يقولوا لهم ايه؟ وايه الاسئله الثانيه اللي ممكن تبقى بتتكرر والاهالي يردوا بايه؟ طيب الاطفال الصغيرين اللي هو لغايه 6 سنين، يعني 7 سنين شويه هم خلاص، يعني انا بالنسبه لي 7 و8 سنين احنا دخلنا بدايه مراهقه مبكره دلوقتي. خلاص ما بقاش ينفع ان احنا نقول لهم، لكن الاطفال الصغيرين لغايه 5 سنين بنقول له ان في ماما وبابا اتجوزوا، هم حبوا بعض، في حاجات كانت جميله بينهم وما بين بعض، في حضن دافي ما بين بابا وماما، وبعدين الحضن ده بينتج بقى عنه طفل جميل زيك، وبعدين ممكن نستعين بالافلام الفيديوهات اللي بتبقى على اليوتيوب، بوست بتبقى دي المضغه، وبعدين وبعدين ادخل الطفل الصغير ما بيبقاش اهتمامه قوي بالعمليه حصلت ازاي، ما عندوش غريزه جنسيه يعني، لا مش كمان غريزه، حتى السؤال بتاعه ما بيعنيش حاجه تانية لسه ما سمعش. أوكي. لكن اللي دخل مدرسه ممكن يكون سمع يعني، بالذات كمان دلوقتي انا بيجيني ولاد في ثالثه ابتدائي، فيبقى متاهل على الاقل في الثلاث اربع سنين يعني، بيجيبوا بعض، انت عارف مامتك وباباك يتجوزوا ازاي، يتجوزوا كده، اما يروحوا لمامتهم وباباهم لا دي كده احنا دخلنا في حته غلط، وحتى ولا انا مش عايزه بنتي يعني هي تتفتح بقى، اللي انت حضرتك السؤال اللي انت قلته لي مش عايزه افتح عينيهم على كده، لا خلاص يعني، وبيعملوا سيرش وانا ببقى عارفه كده لان بقعد معاهم وبيعرفوا تطلع من عندنا احسن احسن ما تيجي من بره وبشكل علمي اكتر يعني. فالاطفال الصغيرين انا ممكن اكتفي، لو ابني بقى زود حته كمان على السؤال ده بسؤال اعمق لازم اطلع بقى، يبقى كده ابني في حاجه في مخه، لان هو دماغه ما شاء الله يعني رايحه شويه، وانا كمان محتاجه لازم اغذي دي، اوعوا تقولوا انا عايزه اقفل على الحته دي عشان دماغه ما تسرحش، طبعا لا هي كده هتسرح يعني، انا لو ما رديتش على السؤال انا سبت ابني يتوه في المجره، هتيجي بنتيجه عكسيه للاسف. أكيد. يا دكتور نورتينا، انا بجد انا مبسوطه باللقاء بتاعكم جدا، وبجد ربنا يبارك فيكم، استمتعنا معاكي جدا يا دكتور، انا اللي شاكره ليكم وشاكره ليكم اللقاء ده ان شاء الله. دكتور ابتسام ربيع اخصائيه الصحه النفسيه والارشاد الاسري، على ما اعتقد فقره هامه جدا. بصوا خلاصه الموضوع، نخلي بالنا من ولادنا ونحاول يعني ايه في كل صغيره وكبيره نكون معاهم لفتره معينه، ليه؟ علشان خاطر هو ده اللي بنبني عليه مستقبل حياتهم، وكل شيء ممكن يدور حوالينا بيبقوا اسوياء، ما عندهمش مشاكل نفسيه لا قدر الله، ولا ياذوا نفسهم ولا كمان ياذوا اللي حواليهم، وده مهم جدا. لكل بقى ايه محب الاحلام والرؤى، بعد الفاصل يعني فقره هامه جدا مع خبيره الاحلام والرؤى صوفيا، يلا بينا.